معلومة النهاردة ليها دعوة بالخضار وازاي نقدر نحفظ الفيتامينز اللي فيه والألوان بتاعته بعد ما يتسلق. فأحسن حاجة ان احنا بعد ما نسلقه برضو ما نسيبوش يتسلق قوي، اول بعد ما نحطه في المية السخنة وياخد السلق بتاعه نطلعه نحطه في مية التلج على طول، ده هيحفظ الألوان بتاعته والفيتامينز كمان تفضل جوه الخضار. بعد ما نحط الخضار في مية سخنة وتتسلق نطلعها نحطها في بولة فيها مية بتلج، هيعمل زي شوك للخضار فهيحفظ الفيتامينز والألوان بتاعتها. لكن لو طلعناها وفضلت سخنة وسبناها تبرد لوحدها هتكمل السوا في نفسها. يا رب تكون معلومة عجبتكم ونبتين.